بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم. فكما كتعرفوا الآن حنا شارعين في واحد الاستحقاقات اللي هي كبيرة، واللي إن شاء الله يوم الاختراع غادي يكون يوم ديال 4 شتنبر. ولهذا كنطلبوا منكم ومن جميع اللي عندهم رغبة وغيرة على المدينة ديالنا وعلى الجهة ديالنا باش أنكم تمشيو تصوتوا بكثافة، لأن التصويت بكثافة غادي يقطع الطريق على المتلاعبين بالصالح العام. كتعرفوا بلي هاد الانتخابات عندها واحد الميزه كبيره، لان في نفس النهار غادي نصوتوا على المرشحين ديالنا في المدينه، ولكن كذلك على المرشحين ديالنا في الجهه. بالنسبه للمدينه كتعرفوا بلي المدينه عرفت واحد النوع من التطور اللي كان جاي في اطار هذا المشروع الجبار اللي دارته الدوله منذ 2003، ولكن مع الاسف كان يمكن اننا نديروا احسن واحسن وفي وقت اقل لو كان اننا سيرنا هذه المدينه بالطريقه التي كانت خاصها تسير كذلك. بالنسبه للجهه كتعرفوا بلي الجهه هذه اول مره للمواطنين والمواطنات عندهم الحق باش ينتخبوا الممثلين ديالهم في الجهه مباشره، فخصنا نغتنموا هذه الفرصه باش اننا بكل نعطيو للجهه ديالنا واحد 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 الامكانيات باش انها تحدد المستقبل ديالها، مستقبل اللي يكون زاهر متضامن ما بيناتنا، ما بين الشرق ديال الجهه والغرب ديالها، ما بين الجنوب ديالها والشمال ديالها. كذلك واحد الجهه مسؤوله لانها خاصها يعني تاخذ بعين الاعتبار شنو عندنا مزيان وشنو اللي اقل واللي خصنا نحافظوا عليه، وكذلك واحد الجهه اللي تكون متنافسه مع الجهات الاخرى اما في المدينه واما في الجهه. فلا بد اننا نتكاتفوا ونتلافوا حول واحد المشروع اللي غادي نبسطوه امامكم شويه بشويه باش انكم يمكنكم تغنيوا وتشاركوا فيه، ولكن خصنا نعبئوا كذلك جميع الكفاءات وجميع الخبرات، والجهه والمدينه فيها الخبرات الكافيه، والخبرات اللي ما عندناش نجيبوها من جهه اخرى، ولكن خاصنا شرط اساسي باش ننجحوا في هذا الشيء وهو المعقول. والمعقول ولهذا فان الحزب ديالنا والمرشحين ديالنا بغيناهم باش توفر فيهم هذا الشرط. وشكرا.